Yanar dalımdan alsa, savursa bile yerlerden yerlere öfkeyle vursa. Dünya bir yangına dönse, kavursa bile dimdik dursa. Elif gibi hayatım kördüm açmaz olsa bile, gönlümün kuşları uçmaz olsa. Acılar sözleşip beni bulsa bile dimdik dursa. Elif gibi hayatım kördüm açmaz olsa bile, gönlümün kuşları uçmaz olsa. Acılar sözleşip beni bulsa bile dimdik dursa. Elif gibi. لك شو صار لكم؟ شو صار؟ أبطيلي قلبي. مو معقولة أنت إلا ما تبلشينا يومنا بشي قصة؟ صباح الخير يا بنات. صباح النور عمو إبراهيم. صباح النور. شو ليش مفتوح الباب؟ حدا فات لجوا؟ شلون؟ عمو إبراهيم نحن ما قربنا لهنيك أبدا. في حدا ناقص بيناتكم؟ إيه سراب مالها موجودة. ومين هي سراب؟ عمو هي البنت الجديدة. فوتيها على السكن بدون علمي؟ أساساً أنت بتعرفها يا إبراهيم بيك، مبارح كانت معنا على الغداء لما كنت بأنقرة. أنا أكيد ما رح يزعل منك. بنتي انتي شو عم تعملي هون؟ نحنا ما اتفقنا انه ما نفوت لهون ابدا. طيب كل اغراضي جوا واليوم اول يوم دوام. اكيد بتعرفي انه فوتك لهون غلط، ما هيك؟ هن قاعدين عم يستنونا على غلطة. يلا اطلعي. كأنه ما في عنا مشاكل لفوق راسنا حتى هي الأفندية تجيب لنا مصايب كمان. أنا لهلأ ما فهمت شو مشكلة هالبنت. يعني تقولي مخبية ذهب جوا لحتى مصرة أنها تفوت؟ مو معقول. يا صبايا صبايا اسمعوني منيح، هالباب ما رح ينفتح. إذا شفتوا البيت عم يحترق ما بتفوتوا تطفوه، مفهوم؟ ست عدلية أنت بعتي البنات على الجامعة وحرسي الباب، وأنا رح أطلع على البلدية هلأ. لا تأكل هم إبراهيم بيك. وهي اجا الملازم إليف، خبرتي شي؟ لا والله اجا لحاله. إليف شو صاير؟
يا بيك انتبه، أنا المسؤول هون وبتسألني إلي، أنا مدير السكن. لهيك حاططهم برا؟ عزيز لا تحكي شي بدون ما تفهم، هنن عم بيعملوا معنا هيك لأنه ربحنا القضية. أنت اللي ما بتعرفي شي، امشي لغير لك السكن. أوعك تقرب إيدك. قلت لي مدير السكن ما؟ بقيان شي اسمه سكن؟ لا، معناها ما في داعي تطلع علي بالعالي وتتدخل. كيف بتحكي مع عمو إبراهيم بهي الطريقة؟ خلاص روح عزيز. ما بروح قبل ما أخدك، أنا ما رح شوف حدا عم يستغلك. واسكت إليف. تعال خلينا نحكي على جنب شوي. شام الله بلاها عمو إبراهيم. ما في شي، يلا انتوا روحوا شوفوا شغلكم. تعال شوي خلينا نحكي سوا. هات لشوف، احكي لي خليني افهم، انت شو مشكلتك؟ انا مشكلتي انت والماضي تبعك، بعرف عنك كل شي، القضايا اللي مفتحت وانت بشو متهم وكيف عم تحرض بنات ابرياء وتورطن معك. انا ما رح خليك تأذي إليف لانه انا بنفسي اللي رح احميها. لكان عملت بحث عني وبتعرف الماضي تبعي ما هيك؟ بس انا بعرف المستقبل تبعك. ليك يا أكابر، أنت بتحب إليف في مشاعر صادقة، بعرف هالشي وأنا منتبه له كمان ومتأكد بدك تحميها، بس الحقيقة أنت اللي عم تأذيها بوجودك، وأنت بتعرف أكتر مني شو رح يصير إذا دخلت على قلبها، لأنه ساعتها حياتكن رح تنهار ورح تكون حكمت بالخوف عليها وعليك. يعني لا هي رح تصير دكتورة ولا أنت رح تبقى بالعسكرية، حدا منكن وقتها لازم يتخلى عن حياته كرمال التاني. هي البنت دفعت التمن غالي، وإذا أنت كنت بتحبها مثل ما عم بتقول معناتها لا تحطها قدام هذا الخيار. أنت ما بتعرفني وجديد تعرفت على إليف، بقى أنت كيف عم تحكم بدون ما تعرف أي شيء؟ لأنه أنا كمان عشت نفس القصة وبعرف منيح قديش رح يكون هذا الخيار صعب عليك حضرة الملازم. تركها. أمي الغسيل صار كوام وما في أكل بالبيت بنوب. عمره ما يكون في أكل، أنت شايفة أنه إلي حيل أغسل؟ أنا قدراني أقوم أطبخ لك. إشي حلو والله، كل الشغل علي أنا. يا ريتني متت وخلصتي مني. خرسي قليلة أدب. شو هي؟ رايح على التسجيل. اي تسجيل بابا؟ شو دخلك انتي؟ لا تحشري حالك بكل شغلة، فهمتي؟ هاتي لشوف. يعني إليف عايشة؟ هو اجى على البيت بسببي، لما اتصلت فيه تجرأ يجي. انا انخزيت قدام عمو إبراهيم، كيف فكر انه انا قلت له يجي اليوم؟ اذا اتصلتي فيه رح يجي، واذا ما اتصلتي فيه كمان رح يجي. لا تنسي انه هذا الشاب بيحبك إليف. لك اسكتي لا تحكي هالحكي. إليف انا بدي اسالك سؤال، انت بتحبي لهذا الضابط شي؟ شو عم تخبصي انت؟ يعني ما قصدي احرجك، بس انا سالتك لانه عندي فضول. لا تسالي. يا الله انا لا بحبه ولا بحب حدا غيره ابدا، اجيت لهون لحتى ادرس. كمان حب شو هذا؟ انا مو من زمان بعرفه،
وحتى لو فكرت حبه أكيد رح أطلع هالحب من قلبي ورح صير دكتورة كمان. إيه خلاص طيب تمام أنا صدقتك ولا يهمك. هلا أهم شي طلعي هوية الطالب تبعك وخلي الجامعة تشوف حالة بهالدكتورة هاي. امشي يلا. عمتي صارت مساعدة رئيس الجامعة هون. مبروك. شكراً إليك. دكتورة، رئيس الجامعة اتصل وطلب انك تفوتي على اول محاضرة للطب البشري. هدول محاضراتك. ما رح احتاج المحاضرات اليوم. انا اليوم ناوية اعطي درس بالحياة للطلاب، هن بحاجة لهيك درس. صاير شي حبيبتي سهام؟ طيب بتقدري تطلعي. يا ريت عملتي بالمحجبات مثل ما عملتي فيني، على القليلة ما كنت شفت اللي اسمها إليف عم تتفتل على كيفها. أنتي مو الوحيدة الخسرانة هون. فكرتي بالوضع يلي أنا انحطيت فيه؟ أنا نفسيتي كلها انتزعت بسبب هالقضية. بس رح فرجيهم إنه هالشغلة ما رح توقف هون ومن أول محاضرة. وهلأ إذا بتفهمي أنتي لازم تعملي مثلي. بدك تقاومي كرمال الشي اللي بدك اياه. يلا لشوف، لا تخلي هالوش الحلو يعبس. يلا تعالي معي. لوين؟ رح تشوفي. تعالي. رايحة على السوق. ليش انتي عم تتحركي؟ لا تروحي لحالك، انا جاية معك. لا لا اساسا انتي تعبانة. ليكو السوق اول الشارع، يعني ما رح طول ابدا. لا تتأخري، انتي ما بتعرفي هاي المنطقة. طيب طيب لا تخافي. وين صايرة جامعة اسطنبول المركزية؟ امشي لقدام شوي بتلاقيها. شكرا. رئيس الجامعة بده يعطينا؟ ايه بالعادة أول محاضرة للسنة الأولى الرئيس بيعطيها، رح تكون محاضرة تمهيدية. عن جد متحمسة. هلا اشتريتي الكتب شي؟ لا ما اشتريت، على الأغلب هذا الأسبوع لازم نشتري. آه بسرعة يعني. مرحبا أنا أليف.
صباح الخير شباب. صباح النور دكتورة. كلكم جايين لهون لنفس الهدف، بس كتير عندي فضول أعرف يا ترى بعد 6 سنين كم واحد منكم رح يطلع دكتور من هالجامعة؟ انتو هلأ عم تقولوا لكل الناس انه بدنا نصير أطباء، بس بعد شوي رح تعرفوا من الاختبار يلي رح أعملكن يا انه هي الشغلة مانا سهلة هيك. بدي طالب هلأ يمثل دور على انه مريض. انت تعال تسطح هون. طبعاً هلأ صار بدنا دكتور، ما بيصير يكون حيلا دكتور. دكتورنا هاد لازم يكون تعبان كتير لو وصل لهون، يكون شخص مثالي. واضح اليوم إنه من هلأ في أشخاص تراجعوا. يا صبية، أنتي عن جد عندك نية إنه تصيري دكتورة؟ إيه دكتورة طبعاً. إذا هيك تفضلي وخلينا نشوف. تفضلي دكتورة وقفي عند رأس المريض لنشوف يا ترى القصة معلومات طبية لحتى نصير أطباء، ولا عندك موهبة وحب للطب بالفطرة؟ خلينا نعتبر إنه أنت عم تسوقي وقام فجأة طلع قدامك رجال دعستيه بدون قصدك وتسطح قدامي غرقان بدمه، شو رح تعملي؟ أنا رح أشوف إذا عايش. كيف رح تشوفي؟ شو بتعملي؟ جسي النبض من الرقبة. أوكي، شوفي التنفس، شوفي إذا عم يتنفس. تنفسه قرب ينقطع، اعملي له تنفس اصطناعي. كيف رح أعمل هيك؟ اعملي مساج للقلب لكان. يلا لشوف، حطي إيدك. لا، معناها جربي وقفي النزيف. عنده شريان مقطوع، لازم توقفي النزيف. أنت فوراً لازم تلاقي أي شقفة قماش، مثلاً يلي على راسك. وين في فايدة لأحجابك أكتر؟ وهو عم يغطي لك شعرك؟ ولا وقت ينقذ حياة شخص رح يموت قدامك؟ ما رح أعمل هيك شي. المريض مات دكتورة، ورسبتي بأول اختبار لإلك. تعرفي ليش؟ لأنك ما رضيتي تلمسي رقبته، ولأنك ما عطيتيه نفس اصطناعي حتى ينتعش. مات لأنه مصلحتك كانت قبل حياته. وهلأ أنا بدي أرجع أسألكم، أنتوا عن جد بدكم تصيروا أطباء حقيقيين ولا ما بدكم؟ أنا جاية حتى أشوف أختي، اسمها إليف كورالو، بتدرس طب بشري. طيب معلش هويتك؟ طبعاً. تفضلي. شكراً. تفضلي. تفضلي. شرف. قلبي
مشتاقة لك. بتصدقي اني مشتاقة لخناقاتنا؟ أنا كمان. فضي البيت من بعدي. أمي كيفة؟ كيف بدها تكون؟ قتل الصبح وبهدل المساء. وضاربك إلك. أنا شفت الصورة. الحمد لله أنه خافف. لا تحكي بهالموضوع. عن جد الله يكسر إيديه. لا تقولي هيك، وما نفكر هالشي لمصلحتنا. هلأ انسي، قلي لي كيف إجيتي؟ وين ساكنين؟ وأمي بتعرف إنك هون؟ أوعك، جاية بالسر لأنه بابا إذا دري بيذبحني، يعني ما في علسانه غير لا تجيبوا اسم إليف. مبارح كان رح يغرق أمك. ليش؟ ما بتعرف إني عايشة؟ جوليا، أنتي قلي لها بالسر وجيبيها لعندي. أختي شو ما بتعرفي لأبوكي؟ خليها مفكرتك ميتة، كل فترة رح تيجي تشوفك ورح تنكشف وبتعرفي النتيجة منيح. طيب على القليلة خبريني وين ساكنين، أنا بجي وبشوف أمك ولو من بعيد. ليكي من بعيدها وهذا الشي بيضل سر بيناتنا ماشي؟ إيه سر حبيبتي، سر بوعدك. أنا بوعدك إني أشوفها من بعيد وما رح خليها تشوفني أبداً. بتعرفي ترجعي ما هيك؟ بعرف. ديري بالك. إليف شو جابك؟ هي مو أختك؟ شو اللي عم تعمله هون؟ شو خصك ناقص تحاسبني والله؟ استني شوي، الصبح اجيت على السكن، شو ما عندك فضول تعرفي ليش اجيت؟ وليش لحتى اعرف؟ اساسا كل يوم انت هنيك. بس هالمرة غير، اجيت لحتى نبهك. علا شوفي إليف، هداك السكن مو منيح ابدا، هذا مأوى للرجعيين، وصاحب السكن ماله رجال نظيف مثل مفكرة. انا شفت ملفه ماضيه كتير مخبص. هلا عمو ابراهيم هيك؟ ايه نعم هيك، عامل حاله أبوه عم يستغلكم. انتبه على حكيك، عم إبراهيم ما بيعمل معنا غير كل خير، هو عم بيحمينا كلياتنا ويدير باله علينا. واضح كتير من وشك. أبي ضربني وعمل فيني هيك، ضربني مشان أتصور بالبيروكة، بس عم إبراهيم أنقذ كرامتنا وشرفنا وفضله قدر يسجل حالي بالجامعة مثل ما أنا وبحجابي. عمل هيك لتوثقوا فيه، أنت شو متوقع يعمل غير هيك؟ احكي اللي بدك ياه، ما رح أسدك بنوب. إليف هيك رح تندمي بعدين. إذا عندي شغلة واحدة ممكن أندم عليها هو أني تعرفت عليك. ليك من هلأ شو ما صار يصير لا بقى تطلع بطريقة أبدا، وخاصة إذا بدك تحكي عن عمو إبراهيم بهي الطريقة. إليف استني شوي. إليف إليف استني. إليف هات المفتاح الثاني. سيادة الملازم يعطيكم العافية. شو وين مختفي؟ فكرتك رحت وما عاد ترجع. إمتى وصلت حضرتك؟ ما قلي زمان، من كم أسبوع بس. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك معلم. خلص بقيان هون يعني؟ إن شاء الله. سيارتي كل فترة بتتعطل، فيك تشوفها؟ أنت تركها الليلة هون والصبح بكير بشوف لك إياها إن شاء الله. لا فكرت ساعتين وباخدها. المشكلة انه في عندي كم سيارة مستعجلين، اما بكرة بشوف لك اياها، هذا وعد مني. اتفقنا. يلا يعطيك العافية. سيدنا هالسيارة راح تخلص، اذا بدك فيك تدبر حالك فيها اليوم. بلاها بدبر حالي، شكرا. خاطرك. مع السلامة. اعطيني مفتاح سبعة. هذا السلاح
منيح. وين السيارة؟ هي بالكراج، هلا رح يفكوها. حلو. هاي مصرياتك. وهلا بتختفي. ناقصين هدول. ناقصين؟ ليش انت كملت شغلك بالكامل؟ عملت يلي قلت لي عليه، ابنك نزع الشغل. بسببه كنت رح اتورط. إذا أنت عن جد ما بدك تتورط وتعلق معي، تختفي فوراً. لا. ماشي. يلا. حاضر. تفضل أخي، بشو بخدمك؟ لمين هي السيارة؟ وين نمرتها؟ وشو دخلك؟ سألتك لمين هي السيارة؟ جاوبني! شو دخلك أنت؟ شو ناقصنا مكانين؟ جاوبني! جاوبني! شو صاير؟ جاولك! شو في سيدي؟ حيدر، رجع لورا لشوف. هذا ضابط؟ الملازم أول زبوني من زمان. سيدي، لا تؤاخذني، بس أنت فجأة عصبت علي. هلأ قل لي مين اللي جاب هاي السيارة؟ والله ما بعرفه، واحد جابها وقال رح ياخدها بعدين. لا حاجتك كذب وقل لي مين جاب هاي السيارة. صاحبها حوالي قتلني. إذا بتعرف عنه شي ما بتحكي لي، رح تتورط كمان. سيدي والله ما بعرف، أنا بعرفه عن طريق وكالة جرجر، بدك شوفه هنيك. لك إليف؟ انت من وقت ما اجيتي من الجامعه ما فتحتي تمك بكلمه، كانك زعلانه لانه عم ننام بالشارع مو سهيلة؟ برايك انا رح اقدر اصير دكتوره؟ وليش عم تحكي هيك؟ الدكتوره رنا هيك قالت لي اليوم. ليش انت وين شفتيها؟ عطتنا محاضره، خلت شاب يلعب دور المريض وخلتني انا العب دور الدكتوره. انا ما قدرت المس المريض. ليش بقى؟ شو بيعرفني؟ هو شاب ولهيك خجلت. يمكن لو هو مريض عن جد كنت تصرفت، بس تمثيل ما قدرت. ايه كنتي قليلة بدي يصير طبيبة أطفال طيب أو طبيبة نسائية، يعني ما خطر لك؟ لا أوصل لهديك المرحلة، في عنا تدريبات ميدانية كتيرة. أنا خايف يصير شك بحالي إنه مخرج يصير دكتورة يا سهيلة. لك يا إليف، هذا الموضوع حساس كتير وما بعرف شو بدي قلك. لما بيجي عمو إبراهيم بنسأله عن هالشغلة وهو بينصحك. اجا عمو ابراهيم يا بنات. ها يلا. عمو ابراهيم شو صار؟ رح نفوت على السكن يا ترى؟ لا بنتي لا، انا الي من الصبح من مكان لمكان ما ضل باب ما دقيته، والمشكله انه كل هي الابواب اتسكرت بوشي. هلأ من زمان كان في وراء لهذا السكن، بس للأسف ضاعوا، وأنا عم قل لهم طالعوا لي وراء جديدة، بس عم يتحججوا بألف حجة وقالوا لي شي مليون شغلة ما إلى طعمة. أنا ما بعرف شو بدنا نعمل يا جماعة، ما بدهم يانا نرجع نفوت على السكن، ويمكن الأصح حابين إنه نتشتت. إذا هيك رح نبقى هون جكارة فيهم لكن. ما بيصير يا بنتي ما بيصير،
من هلا ورايح كلكم رح تسمعوا كلمتي. في ناس بتحب تخدم وتساعد، وانا بعثت لهم خبر اليوم، وان شاء الله من بكره الصبح رح يلاقونا شي مكان. لا تزعلوا، ايه رح تنحل ان شاء الله. غيب لفترة. ماشي، ما أنا مرت حالي. طيب اسمع، حاول تجي على القهوة بسرعة، أنا رح أعطيك المفاتيح، بس استعجل. ها، باي. كأنهم زودينا شوي هيك الهيئة. السلام عليكم. وعليكم السلام. بعتني لهون المعلم حيدر، تعرفوا العدنان؟ قصدك الرقيب؟ قلت رقيب؟ مو قصدك على الرقيب عدنان؟ يمكن هو قدم استقالته. اها وصل، مو قصدك هاد؟ شبان وين راح تهرب؟ مين انت ولا وشو بدك؟ تركني. شو بدك من هديك البنت؟ خلص. شو بدك من هاي البنت؟ شو بدك من هي البنت؟ أنا جاوبني ولك؟ ليش عم تلاحق البنت يا عديم الشرف؟ احكي احكي وإلا رح تموت. خدي بنتي. شكرا عمو. كيف اول يوم بالجامعه؟ سهيلة حكت كم شغله. قال الدكتوره رنا زعجتك كثير. يمكن معها حق عمو ابراهيم.
يمكن أنا اخترت الفرع الغلط. أنت لازم تضلي متفائلة. شوفي، أكيد بنت مثلك رح تخجل إنها تلمس جسم شاب، بس أنت بصفتك دكتورة فيك تعملي هذا الشي بدون خجل، والدين ما بيمنع هذا الشي. لا حياء في العلم يا بنتي، وواضح إنه رنا عملت كل هي التجربة حتى تنزل معنوياتك. إذا ما اخترتي مهنة الطب منشان تكسبي مصاري، واخترتيها حتى تساعدي الناس وتخففي عنهم، لا توقفي وتابعي. بس إذا أنت اخترتي الفرع على إنه مهنة منيحة، فيك ترجعي من بداية الطريق. المهنة يلي بتغني ماديا ومعنويا مهنة كتير مهمة. إذا حدا طلب مساعدة رح يكون فيك تساعديه. مزبوط حكيك، لأنه الشخص رح يجي لعندي وهو بحاجة لمساعدة. ومن شان هيك أنت لازم تلمسي المريض، لأنك دكتورة. إذا ما عالجتي المريض رح تحسي اتجاهه بالمسؤولية؟ طبعا رح حس. بهالحالة النتيجة هي كل واحد بيعمل الشيء اللي بيخص مهنته، صح؟ يعني مثل المي، هي ممنوعة على الشخص اللي طالع من العملية، أما بالنسبة للشخص رح يموت من العطش فمسموحة. وبنفس الوقت يلي ما بيصير نعمله كأشخاص عاديين بالحياة الطبيب بحق له يعمله، لأنه هذا الشيء من ضمن مسؤولياته. والمهنة هي مجرد صلة وصل بين الطبيب وربنا، لأنه ربنا هو الشافي. وطالما أنت عم تتصرفي على هذا الأساس وما عم تستغلي مهنتك، فخليكي مرتاحة دائما. أنا اليوم ما قدرت مد إيدي على هذا الشاب أبدا، وكتير خجلت. لأنه اللي أمرك هون مو ضميرك، ولهيك حسيتي إنه القصة مو جد. رنا حاولت تحرجك، بس أنتي ما وقعتي بالفخ تبعها. برافو عليكي دكتورة. ضروري هلأ بخرب الدنيا. ها دقيقة. فهمت. مين إبراهيم مويكون؟ أنا. تفضلوا. لازم تجي معنا على المخفر فورا. ليش بدكم تاخدوه يا ابني؟ هو محامي. طيب شو عامل؟ رح نعتقلك لأنك متهم بمحاولة قتل إليف كورال. ها كيف؟